العم معلش غير محلي. ليش في شيء مضايقك؟ خبرت هزتش ما بزبطش، ما انتوا عيلة لازم تبكوا يعني كرام من بعض هذا. خلص معلش مرتي هيا مها. يلا ستان باي ستان باي، جاهزين؟ يلا 3 2 أكشن. كافيه لكل انسان، بس احنا بنتوقع. كات كبرت هزيش، ايش قطيتي؟ قطيت لانه مو معقول شو طالع غليظه، يعني انه الواحد يعني عامل دعايه ليجيب العالم مو ليطفشهم، يعني مو لهالدرجه هيك الغلاظه. ماشي يا بها ماشي، بضلي اختي وحبيبتي وصديقتي، بس اذا ثاني مره بتقولي قط بقط ركبتك، فاهمه؟ حرام عزة يا الكرود. يلا 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 من الأول، من هان من هان من عند الرقصة. رقصي مها رقصي. كت كت. وبعدين يا خالتم فؤاد والله العظيم شغلك حلو، بس أنا حاسة يعني إنه في إشي أحلى، يعني في إشي ممكن يصير أحسن. شو رأيك الكل يشارك نتحرك أكتر؟ يعني مثلا العم غافل يرقص. آه برقص والله برقص وبلعب تنس. بصير نفهم ايش بنعمل لانه احنا لهسه مو فاهمين. والله ما شاء الله كل شيء مخرجين بشوف، طالما بتعرفوا تخرجوا وتعرفوا تغنوا وترقصوا شو بتشوف فيي انا؟ ليش انا قاعد؟ صحيح انا مره كادره، بس اللي قاعد بصير فوق قدرتي. انا اعتزلت كشلي لطشم. ام فؤاد رايحه؟ وين تركتيني لحالي؟ الله يسامحك يا ام فؤاد، ضروري تقولي كت.